عليكم متابعي الشاق خياطة وتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. بغيت نشكركم أول حاجة على التعليقات ديالكم وعلى الدعوات ديالكم، كتفرحوني بزاف بزاف، وكنفرح أكثر مني كنشوف التطبيقات ديالكم. وداك الشيء علاش بغيت في هذا الفيديو ديال اليوم نشارك معكم مرة أخرى بعض التطبيقات ديال المتتبعات، باش هكذا يعني تشجعوا وما تبقاوش تخافوا يعني من انكم تفصلوا شي حاجه لاول مره، لان هاد التطبيقات هادو راه اغلب البنات اللي فصلوهم اولا اللي خيطوهم تقريبا يعني اول مره غادي يهزوا المقص واول مره غادي يفصلوا شي حاجه. هاد التطبيقات هادو كيشاركوهم معايا البنات في الجروب ديال فيسبوك. بالنسبه اللي بغات تدخل في الجروب الفيسبوك غادي تنزلوا لتحت في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو، وغادي تلقاو الرابط ديال الجروب الفيسبوك، وغادي تصيفطوا تدخلوا ليه وتصيفطوا طلب الانضمام، وانا غادي نقبلكم ان شاء الله. تما البنات كيعاونوا بعضياتهم وكيساعدوا بعضياتهم، اللي بغات شي حاجه كطرح شي سؤال كيجاوبوها البنات، يعني كاين تفاعل، وكنشاركوا كذلك حتى التطبيقات ديالهم وكنعطيو الاراء ديالنا بطبيعه الحال. وكنتمنى انكم تخليوا تعليقات زوينين في هذا الفيديو هذا، وبالنسبه اللي كتخلي تعليق خايب فانا كنمحيه ما كنخليش، لاننا حنا هنايا باش نشجعوا بعضياتنا ماشي باش نحطموا بعضياتنا. واخا تشوفوا يعني الموديل فيه بعض الاخطاء اولا شي حاجه، فنشجعوا بعضياتنا، يعني اكيد هذيك اللي خطصلت داك البياسه اولا يعني راه شافت داك الاخطاء ديالها وراها عارفهم وغادي تحاول تتفاداهم مره اخرى. وبغيت نقول لكم يعني ها نتوما البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله، يعني لا تطبيقات، شوفوا هاد القفيطين هذا، شوفوا هاد الكسيوه هذه، يعني تطبيقات ما شاء الله، يعني ما عندكم مناش تخافوا، توكلوا على الله. وقبل ما تفصلوا اي موديل تفرجوا في الفيديو وعاودوا حتى تفهموه مزيان، وكتبوا ديروا الباترون ديروا على الورق، يعني حاولوا ديروا باترون صغير، يعني تكتبوا القواعد الاساسيه اللي ما كتغيرش اللي كنذكرها في الفيديو، وحطوا التوب اللي كتخاف يعني تفصل مباشر على التوب، تفصل القياس ديال على الورق، وديك الساعه تحطوا على التوب. منين تحطوا القياس ديالكم على التوب تاكدوا، ولا خفتوا ان تجيكم ضيقه زيدوا واحد سنتيم اولا سنتيمين كزياده. ومن بعد منين تفصلوها ديروا لي سياج، اللي بالنسبه لي ما كيعرفش لي سياج هي انكم كتجمعوا البياسه غير بالابر بحال هكا، وكتحاولوا تلبسوها عليكم وتشوفوا اذا كانت واسعه كتبداو تزيروا يعني داك بداك التراسم يعني الزياده اللي زايده، ومن بعد تحيدوها بالمقص ويعني وغير توكلوا على الله وزعموا. الا ما درتوش هكذا يعني ما زعمتوش راه ما عمركم غادي تتعلموا. الخطا يعني ممكن انك توقفي في اي لحظه، ما لما خطاتيش دابا ممكن انك من بعد ما تتعلمي وتولي كتقني الخياطه شي نهار تغلطي، يعني عادي سبحان الله، كنا كنغلطوا ومن داك الغلط يعني كنتعلموا. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخر بطبيعه الحال، لان الفيديو باقي طويل، وشوفوا التطبيقات ديال البنات. وكي قلت لكم خليونا التعليقات، واللي ما مشاركش في الفيديو تشترك، المشتركش في القناه تشترك وتخلي لي تعليق زوين وتفعل زر الجرس باش توصل باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف، ونخليكم مع تتمه الفيديو.